السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام، اخواني حبايبي. ابن الشام جاي متحمس عمي بهي السلسله اللي هي سلسله علاج طيور الكناري، او كيف نحن نعالج طيور الكناري او طيور الزينه بشكل عام. تمام. بدي منكم اول شيء صلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله، ولا تنسوا تحطوا لنا لايك لهذا الفيديو، واللي ما مشترك اذا شفت انت ابن الشام بيستاهل اخي الكريم اشترك، وإذا شفته ما بيستاهل أخي ما تشترك. ولا تنسوا يلي مشتركين محبين ابن الشام متابعين ابن الشام تفعلوا زر الجرس، والكل يعمل مشاركة لهذا الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد ممكن، لحتى الكل يستفاد إن شاء الله من هي السلسلة اللي حتكون سلسلة كتير مفيدة للكل ولجميع المربيين وخاصة المبتدئين. طيب قبل ما نبلش بموضوع نحن مثلا الأمراض، اول شيء وجب عليك اخي الكريم تتبع هدول التعليمات يلي هي مشان انت ما توصل لمرحله المرض لا سمح الله مع طيورك. شو هي؟ اول شيء اي طير جديد لا تدخله على غرفه الطيور، ما تجمعه بغرفه الطيور، اقل شيء تحطه بغرفه عزل 15 يوم. طيب النقطه يلي بعدها، التشخيص المرض هو نص العلاج. كيف نص العلاج؟ انا وقت اجي مثلا شوف الطير عندي مثلا عنده مرض الكبد، بيجي انا باخذ بعطيه مرض علاج ميجا بكتيريا، هذا اكبر غلط. طيب في احد الاخوه عم يتواصل معي على الخاص عم يقول لي شوف لي الانتايه هي، ممكن تطلع على الصوره قدامكم، عنده عرق ازرق. يعني مع احترامي للجميع الله يعزكم يا رب، الانتايه عمي جاهزه والانتايه بقمة الجهوزية وعلى وضعها للبيض، يعني ممكن إن شاء الله يومين ثلاثة أيام تحط البيض. فعم يقول لي إنه عنده عرق أزرق. فأخي الكريم أنت أول شيء بتشخص بعدين بتعطي العلاج. هدول هن النقاط، وبتمنى منكم الجميع اللي عم يتواصل معي على الخاص حبايبي بس اسمعوا مني التعليمات. يعني هلا في عالم عم تقول لي إنه والله أربعة أيام وما طاب الطير. أخي الكريم أنت عم تعالج طبيعي، والطبيعي بياخذ وقت، بياخذ فترة من ال 15 يوم للشهر. في طيور تستجوب معك بعد اسبوع، في طيور بعد اسبوعين، في طيور بعد 3 اسابيع، بده يكون عندك انت اللهم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. طيب اخواني حبايبي اول شيء انا اخترت بهي السلسلة، سلسلة تشخيص امراض طيور الكناري او طيور الزينة بشكل عام، ثلاث امراض. اول شيء التشحيم، ثم العرق الازرق، ثم التسييف. تمام. طيب ليش ابن الشام اختار هدول الثلاثة؟ أول شيء ما عندنا مثلا ميجا بكتيريا. هدول الثلاث أسئلة أكثر أسئلة يعني شائعة بعالم اليوتيوب، بعالم طيور الزينة. تمام. هلا بيجي واحد بيقول لي مثلا إنه عندي أنا طير مسيف، شو علاج الطير المسيف؟ شفنا على اليوتيوب كثير علاج التسييف، ولحد الساعة هي أنا ما شفت حدا عالج شيء اسمه، انتبهوا على كلامي بين قوسين، شيء اسمه تسييف. شو معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا اخواني حبايبي انه التسييف ماله مرض. نعم شو عم تحكي؟ مثل عم اقول لك اسمع من ابن الشام عمي. الله يعزكم يا رب. يعني انتو حبايب القلب، يعني ما بنقصر معكم ان شاء الله تعالى. التسييف ما له مرض، التسييف هو دلالة على وجود مرض. لا حدا يجي يقول لك والله أخي هذا الفيديو علاج التسييف. التسييف أخواني حبايبي بيكون ناتج عن وجود مرض. طير عندك مريض، اللهم مثلا ميجا بكتيريا، كوكسيديا، ممكن عرق أزرق، ممكن التهاب كبد. تمام. فبيصاحبه تسييف. طيب ليش بصاحبه التسييف اخي الكريم؟ لانه الطير عندك مريض فما عاد ياكل مثل الطير الطبيعي، مثل الطير السليم، فبصير عنده سبحان الله تسييف. طيب شو علامات او اعراض التسييف؟ اول شيء ليش سموه تسييف؟ لانه سبحان الله بيكون بمنطقه الصدر تبع الطير، اذا كان ذكر ولا كان انثى، بصير مثل حد السيف، مثل حد السيف، مثل حد هي الطاولة، بيصير عندك انت
بروز وظهور لعظمة الصدر طير الكناري او طير الزينة بشكل عام. انا بقول لكم طير الكناري، خليني على طير الكناري لحتى ما المهم كل كلامي انا اللي بحكيه بكل فيديوهاتي هي عن طيور الزينة بشكل عام. فلما يصير عنده سبحان الله بروز بيقول لك والله بحط ايده على صدره بلاقي مسيف، تمام؟ والله يا ابن الشباب عندي الطير انا مريض، شبه والله الطير مسيف. لا اخي الطير ما له مريض من التسييف، الطير انت بدك تشوف شو مرضه. طيب ننتقل لفقرة تانية بموضوع، طيب شو اسباب التسييف؟ خلينا نقول اخي موضوع التسييف هو مرض. اول شيء عندك انت قلة النظافة. كيف النظافة يعني؟ يعني مش بالمجمل القفص، الأرضية الصينية يعني، المشربية، المآكل، المعالف، تنظيف القفص بشكل عام، العشاش. إذا عندك أنت مثلا أنتاية طابة على بيض أو على فراخ، في بعض الأخوة والأخوات بيخلوها بيضة أول بطن وتاني بطن وثالث بطن ولساتهم شو حاطين هنين على نفس العيش. إخواني من أحد الأسباب ألا وهو التغذية. التغذية بتلعب دور كتير كبير. انت لما تكون ضمن برنامج غذائي اسبوعي عم تقدم لطيورك من مناقيع، من خلطات، من خضروات، من فواكه، بتضمن ان شاء الله بعون الله صحة طيور سليمة. بس لما انت عم تقدم بشكل عشوائي، كيف يعني؟ يعني اليوم قدمنا مثلا البروكلي، بكرة قدمنا تفاح، اللي بعده خس، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فالطير عندك بده يصير مريض واخر شيء يصاحبه التسييف. طيب في بعض الاشخاص تواصل معي على الخاص عم قالوا لي في عندهم فراخ مسيفي، شو سبب تسييف الفراخ؟ سبب تسييف الفراخ اخواني حبايبي، اول شيء ممكن الانتاي ما عم تزقم الطير، ما عم تطعم الطير، يعني ما عم تطعم الفرخ، او ممكن الفرخ عنده نقطه سوداء، يعني الفرخ حتى عندك اخواني كمان. انا نسيت لكم من اعراضه، من اعراض المرض، اي مرض إن كان، اي مرض إن كان، ممكن الطير يصير عنده تسييف ويصير عنده نفشان بالريش، بتلاقي الطير واقف على المجسم ونافش ريشه. كيف انا اتعامل مع الطير مسيف؟ في بعض الاخوه والاخوات بيقول لي اخي انا مثلا الطير عندي بس مسيف، مثلا صار له شهرين بس ما شفت انا عندي ولا اي مرض، وحركته بالقفص طبيعيه وبياكل وبيشرب وعين الله عليه وما في شيء، حتى في اذا كان ذكر بيغرد بس يا اخي مسيف مثلا، شو بدك تعطيه انت؟ اول شيء بالنسبه لهذا الطير اذا كان لحاله مو مع انتاي، يعني ممكن يكون القفص كبير عليه، تمام؟ شو بتساوي انت؟ بتحاول تصغر له القفص شوي صغيره. ممكن تعطيه انت ضمن الخلطه بالريق ساده. شوفوا كلامي انا عم قلكم، ممكن بعض الاشخاص يقولوا لي عندي طير مسيف صار له شهرين ثلاثه وحالته طبيعيه والبراز الله يعزكم طبيعي وكل شيء طبيعي، في حالات بتصير بس عنده تسييف فقط لا غير، يعني الطير عنده حرق بالسعرات الحراريه، اصحاب الجيمات معلم يفهموا علي، عنده حرق زايد عن باقي الطيور. شو بتساوي؟ بتصغر له القفص، بتعطيه ربع بيضه فقط بدون الصفار، او تدعمه بالباريلا، كثير ممتاز. هذا هو موضوع التسييف بشكل عام. ان شاء الله ما اكون انا نسيت اي فكره او اي موضوع مهم بخص التسييف. بنروح لموضوع الثاني الا وهو التشحيم. اخواني حبايبي شو اسباب التشحيم؟ اول شيء اسباب التشحيم، انت عندك طيورك ممكن في عالم حاطه مثلا طيرين بقفص صغير، تمام؟ ممكن انت عم تدعم طيورك بالغذاء اللي هو كل يوم كل يوم خضروات، كل يوم فواكه، كل يوم مناقيع، خلطة البذور مليئة بالبذور الدهنية اللي هي الأنبوز، بذور النيجر، بذور الفجل، الشوفان، الكتان إلى آخره. طيب هاي هي أسباب تشحيم الطيور، تمام؟ طيب إذا عندك طير أنت مشحم، شلون بدي أعرفه أنا الطير عندي أنا مشحم؟ طبعا انا حاط لكم ان شاء الله صور مشان تكون الفكره واضحه عليكم اكثر، واذا في عندي فيديوهات ممكن احط لكم ان شاء الله تعالى فيديوهات. طيب اذا عندك طير مشحم بصير لونه البطن اصفر مع بروز، تمام؟ هلا في اختلاف بين يكون
الانتاي جاهزة وانتاي مشحمة. الانتاي جاهزة بصير في عندها شي بسيط لون خفيف من الصفار، بس ما بصير عندها بروز بالبطن، انتفاخ بالبطن، مع اصفرار بالبطن مع لون. هذا بدل على التشحيم. طيب شو لون لون العلاج. البطن؟ هلا انا حاكي عن التسييف من قبل، وحاكي عن العرق الازرق من قبل، وحاكي عن التشحيم من قبل، بس هاي السلسله رح تكون ان شاء الله كامله. كل يوم ممكن احنا ننزل اذا الله راد بكل فيديو 3 امراض تقريبا. في عندي شي 20 مرض ممكن ان شاء الله احكي لكم عليه، لحتى يصير الكل عنده خبره وتريحوني شوي على الماسنجر معلمي على الخاص. الله يعزكم يا رب. المهم كيف انا بدي اتخلص من موضوع التشحيم؟ موضوع التشحيم حبايب القلب، اول شيء بدك تكبر القفص، ثاني شيء بقيم المجاسم الوقافات بوقف عليها الطير، ثالث شغله بجي انا بحط المشربيه بقرني والمعلف بقرني ثاني، ما بحطهم جنب بعض مشان اخلي الطير انا يطير بقلب القفص. من بعدها بعطيه 5 نقاط خل التفاح الطبيعي لمده اسبوع تقريبا، ومن بعدها كمان بعطيه قطعه كوسه. قطعة كوسة رح تشوفوا انتو هلا الفرق بعينكم ان شاء الله تعالى. في صور موجودة عالج الطير لأخ على الخاص، رح تشوفوا انتو الفرق، ونحن هسه مستمرين ان شاء الله بعلاج هذا الطير. ومن بعدها منطير الطير بقلب الغرفة من الربع ساعة للنص ساعة، وهذا هو علاج التشحيم. طبعا نفس الأخ عطى زيت حبة البركة، ورح تشوفوا انتم بالصوره هلا شلون صار البراز الله يعزكم. بنروح لاخر مرض اليوم معنا بهذا الفيديو، اللي هو فيديو تشخيص امراض طيور الكناري، الا وهو العرق الازرق. هلا اخواني حبايبي، بموضوع التشميس، في عالم بيحبوا انه يحطوا طيورهم برا بالبلكون او بالجنينه او ما شابه ذلك. هلا اذا في شمس ودافيه يا اخي ما في مشكله، بس اذا انت شايف انه في نسبه هواء او في هواء فهذا الشيء غلط. انت كمربي عم تضر الطير ما عم تفيده. التيارات الهوائية هي اكبر مسبب لاي مرض ان كان، وخاصة مرض التنفسي. طبعا ان شاء الله تعالى بهي السلسلة رح يكون مفصل عنكم انتو امراض التنفسية وامراض شو جهاز اسباب العرق الازرق. ليش انا عندي الطير صار عنده عرق ازرق؟ هلا في عندكم انتم موضوعين. العرق الازرق اخواني حبايبي، ما تفكر انت كل ما مسكت الطير وشفت في عنده عرق ازرق تفكر انه والله هذا عنده عرق ازرق والطير مريض. لا اخي الكريم، في بعض الاناتي، بعض الاناتي لما بدها تحط البيض تصير جاهزه بقمه جهوزيتها، تمام، ممكن يصير في عندها انتفاخ بالبطن، ممكن يطلع عندها عرق ازرق، بس كيف وشلون؟ يعني عرق مثل الخيط، فهذا مو عرق ازرق اخواني. مثل الاخ رح تشوفوا الصوره اللي انتم قدام عينكم اللي قال لي انه عندي انتهي انا مريضه بالعرق الازرق وهي انتهي جاهزه. المرض العرق الازرق رح تشوفوا هلا انتم الصوره قدامكم، بده يكون العرق الازرق عريض تمام وبارز بالبطن، يعني واضح شايفه انت، ما بده يكون مثلا مثل الخيط، هذا ما بينحكى بامره. طيب هي قلت لكم انا عن الاسباب وعن الاعراض، شو العلاج للعرق الازرق؟ فكره صغيره الا وهي اي طير عندك مريض ان شاء الله مرض خفيف او مرض كبير لا سمح الله، بتوقف الخضروات ثم الفواكه ثم حمام السباحه ثم الخلطه، بتقدم فقط بريق ساده. طيب اول يوم مثل ما قلت لكم اول شيء العلاج نحن بنعطيه شو هو؟ ثوم وليمون وعسل، اذا ما في عسل ما في مشكله على الموضوع، 3 ايام متتاليه تمام. بعدين بنعطيه يوم راحه، بعدين بنعطيه 3 ايام متتاليه الا وهي منقوع الحلبه، وغني عن التعريف، والمنقوع موجود وكل شيء موجود، انا كل شيء حكيت لكم كله موجود بالقناه. اي سؤال اكتب منقوع الحلبه ابن الشام، عرق ازرق ابن الشام، التشحيم ابن الشام، تمام. بعد ما نعطيه نحن الحلبه 3 ايام بنعطيه يوم راحه، وبعدها بنعطيه خل التفاح الطبيعي 5 نقاط بالمشربيه، تمام اخواني. هذا هو علاج العرق الازرق. كان معكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.